يعطيكم الصحة. استمتعنا وما زلنا باش نسمعوا أغنية أخرى ضيوفنا حسن شاكوش عمر كمال اللي تنجموا تلقاوه من عند ذاك 4 سبتمبر في الريجنسي في جمرت، 6 سبتمبر في كاليبسو الحمامات في جربة، وفي سوسة نهار 5 سبتمبر باش نستمتعوا معاهم، وأكيد تتعودوا ترجعوا تعملوا برشا برشا حفلات. يلا باش نبدا معاكم طيب شوية ألعاب، نبدا بلعبة مصرية بعد نبداو بالتونسي باش نختبركم شوية في كلمة تونسي، خاطر ريت كيما المهرجانات ناجحة في مصر عندنا الراب في تونس، الراب اللي هو ناجح لأنه الشباب في صغار وفي مثل عمركم ومحققين نجاحات كبيرة، ونفس الشيء حتى المغنيين الكلاسيكيين يعني متغشين شوية غاضبين، لا والراب سيطر على الإعلام والشباب يمشي كان الحفلات هذوكم، الأذواق قاعدة تتغير والشباب ولا عنده توجهات جديدة. يلا فاطمة معانا باش 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 ترقص رقصات في حفلاتنا وفي حفلات زواج وغيره، يلزم تعرفوا إيجا هنا فاطمة، يلزم تعرفوا شنو الرقصة، معناتها شنو سبب الرقصة هذه. يلا الرقصة الأولى يعني عايشة وضعية، طيب نعطيكم الحل. يلا فاطمة مثلا بترقص في فرح بنت جارتها اللي اصغر منها بعشر سنين، تمام اصغر منها بعشر سنين وتجوزت وهي مش متجوزه، يعني رقصه فيها شويه حزن. يلا الثانيه لازم تطلعوها. يلا تعال شبحك حب شبحك دلا، تعال تعال يا ابن الحلال، بس لك منطي مجال، تعال 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 شبحك حب شبحك دلا، تعال يا ابن الحلال، بس لك ما نطيه مجال، تعال تعال تعال. الوضعية ايه؟ واحدة بترقص ريكلام في ديسكو. اي يعني شنو الهدف؟ ليه شنو الهدف في الرقصة يعني؟ الهدف في الرقصة؟ اي عايز تتجوز. ونشوف صحيح. بس انا قلت حاجة معلش بعتذر عنها. هي زعلانة عشان زعلانة عشان اللي هتتجوز اصغر منها بعشر سنين وهي لسه ما اتجوزتش. فوالا دونك عاوزة تتجوز يعني. رقصة اشهر. تعال يا عريس يلا. هذه عكسية شوية تراها. يا حسن عكس اللي عاوزه تتجوز هذه اتجوزت وبتفرص صاحبتها يعني انا اتجوزت وبتضايق صاحبتها. طب مبروك. ما نعرفش يعني الجواز ولا امر صعب توا في يعني صعب دلوقتي بقى صعب. فوالا الوقت صعب يعني تتجوز بتفرح كثير. يلا حبيبي قلبي مالي وعبي غزلها. لا يعني هي زعلانة عشان ما شافها حد في بترقص وما شافها ولا واحد ولا واحد. يلا اخر رقصة. ما شافهاش ولا واحد. مفيش عمي ما شافوش. حسن انت معناتها انت في الرقص عالم يعني. اي لو الرقصة دي عاوز اني يا اعطينا اختاري فوتة علشانك حرمت البوتة صار علي وكيف الحوتة ونخرج من بحرك والموتة اختاري فوتة اختاري فوتة عشانك حرمت البوتة صار علي كيف الحوتة نخرج من بحرك الموتة وبري فوتة اختاري فوتة بري 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 فوتة Thank you.
المزود الفن الشعبي التونسي. المزود آلة شعبية يعني الفن الشعبي لكل النجوم منه. يعطيك صحة فاطمة، بعد شوي باش ترجع لنا في الحكاية هذه. نحاول تراه نعطيكم كلمات تونسية حماني، معناتها كلمات شعبية تونسية ونشوفوا اش معناتها واحد حماني بالتونسي يعني بالمصري يعني ايه؟ واحد حبيت يتنرفز بسرعة؟ لا، واحد حماني يعني ولد حماني ابن بلد. ابن بلد ابن بلد ابن بلد به. واحد جحاف يعني ايه بالمصري؟ جحاف يعني اديني سجارة يعني رميها على اي حد ما بيشتري. اسمها مصري سكلي. سكلي فوالا سكلي به. فرير، ما معنى كلمة فرير بالمصري؟ فرير فرير اي في التونسي واحد فرير يعني ايه؟ فريري؟ طيب. لا فرير مش فراري. فرير يعني فريري. فرير هي فما الرقصة. شنو فرير بال الرقصة فينو فما رقصة جديدة تاع شباب. هذيك شنو تسميوها انتم رقص الباب باب؟ لا احنا عندنا بنسميه رقص عرباوي. عرباوي؟ عرباوي بيبقى رقص عرباوي. فوالا الموسيقى هذه. لما تونسي يقول لك حالة معاك، حالة معاك ولا معاك ولا يعني ماشية أمور ماشية ولا معاك ولا معاك. أوكي به كلمة يا سلعة. لما تقول واحد يا سلعة يا سلعة ما في سلعة ناجحة وفي سلعة فاشلة. لا هو هذه نقصده بها دي ما فاشلة. واحد سلعة يعني واحد تقيل بارد يعني انت عيل بارد. فوالا انت عيل بارد رخم فولا. يعني فوالا به شمعت قرنات. قرنات اي قرنط يعني لا قرنط يعني لما تقول له اديني سجارة ما عنديش اديني بخيل. بخيل بخيل واحد بخيل. راكش انت قرنط على الاخر. كلمة راكش اكتر واحد قرنط ده. لا خالص والله العظيم. واحد راكش يعني ايه؟ راكش يعني صاحبنا فين؟ هو راكش ما تكلموش يعني نايم متضايق واخد جنب نايم. لا لا راكش ما تكلموش يعني هو واخد جنب يسيب واخد جنب واخد جنب فوالا. واحد حجار. اصل اقول لك حاجه يعني المفردات دي عندنا لا يعني حجار حجار ده بيشتغل في المحاجر عندنا. ليه حجار يعني متعالي بيتكبر بيتكبر على الناس. تاني فوالا فوالا اخر كلمه انا متلف. تلفوا متلف يعني هربانه منه هربانه ولا عامل متلف. كل واحد كيفاش تبدا عندك اسئله على تونس رمزي. مش نختبر معلومات ثقافيه عمر وحسن على تونس. على تونس اي انا هو اكبر متحف حسب رايك في تونس. هو انا ما نعرفهاش. اي متحف ابو حنيفه الحطاب الاثري ابو منديل. هو شكله ابو حنيفه. لا ابو متحف اخر واحد ده ابو منديل. ابو منديل والجواب صحيح. فوالا ابو منديل صحيح. يلا اكله شعبيه ياكلوها التوانسه في الصبح. الصبح هرقمه عقد قديد. انتم لما تجيوا لتونس لازمكم كما احنا ناكلوا الاكل الشعبيه في مصر لازم الفول وكذا وكذا لازم تذوقوا الهرقمه اللي هو صحفه لبلابي. أكلة هي بالحمص وشوية لحم هكا. ده فطار؟ لا لا هذه مش فطار. أنا فضحته مش هذه مش متاع الصبح. أنا شفت ناس زمايلي الصبح بيفطروا مكرونة بالصلصة والكلام دوت. فاحنا عندنا ما فيش الكلام ده. فأنا فول وطعمية. احنا فول وطعمية وبتنجم مخلل وشوية الجرجير لا نعرف والفرق بين الملوخية في تونس والملوخية في مصر. انتم عندكم ملوخية يعني لما تذوقوا الملوخية في تونس. لا عندنا ملوخية ده ازاي؟ لا بس عندنا ملوخية احنا بس مش نفس مش الطريقة. مش نفس الطعم. ليه ما بتخرط؟ لا نفس الشيء لكن احنا بتطيب انتم طعم غيره. هم ممكن يكون الطعم غير الطعم مختلفة تماما. به لو كان تكتشفوا. يلا سؤالك الاخير. اشهر الافلام التونسية شبيه اللوز منبوز يطلع الروج على القلب الممروج شبيه الفريز ملاليز. الله ثلاث افلام تونسيه دي هذ من كل كلمات شعبيه. اي اشهر فيلم تونسي في دي شبيه الروز المنبوز. شبيه اللوز منبوز. شبيه اللوز منبوز والجواب صحيح. تحصل على اوسكار عام. شبيه اللوز منبوز هو كلامي تقوله لما شبيه اللوز منبوز معناتها لما تكون خطيبتك ولا صديقتك مكشبره
يعني شبيه اللوز منبوز. اي منبوز وشه منبوز لو يبوز زويرة بدي يسلم جمل بالتونسي وهم بيطلعوها بالمصري. تراها عطينا في بالك اللي انت بنتي. فلا في بالك اللي انت بنتي هذه انا مش نترجمها لكم يعني في بالك انا بقول لحبيبتي انت في بالك ان انت بنتي. اي لانه لما تحب واحده تقولها انت بنتي. انت بنتي في مصر انت مراتي يا بنتي. انت مراتي يا بنتي. بس احنا ليه لما تبقى حبيبتي وبنتي انت بنتي. اي مع طريقه جمله ثانيه بالله خليني ساكته. بالله خليني ساكته يعني مش عايزه تتكلم. مش عايزه اتكلم. اللي عنده صنصيص حمر قدام الباب يبعدها. اللي عنده معزه يربطها. اي فوالا. اي معناتها نوع من التحدي بين في الـ في الـ في الاحوال. في أي. في كلمه صبوا صبوا هذه يقولوها صبوا يعني الموظف في راس الشهر يصبوا الشهريه الراتب. صبوا لما يعني بيحولوا فلوس على البنك لما يكون في حفله وبيشرب كتير وكذا وكذا. اكيد صبوا يعني اكيد لسه تراه توا نحبوا نعرفوا في التوانسه مغرومين برشا بمصر ونتفرجوا برشا في مسلسلات مصريه والعكس ما يصيرش انتم ما تتبعونيش باش نعملوا توا تبزنيس معناتها المعاكسات بين تونس تونسيه ومصريه ونشوفوا شنو اللي تجرب انت رمزي نجرب لا يجرب حسن وعمر اي بعد نجربين باه نبداو بالتونسيه ولا بالمصريه بالتونسيه اوكي يلا ترى يبداو بالتونسيه ترى وكيفاش يعرفوا يحكيوا تونسي هما يبزنسوها هما بطريقتهم بالمصري بالمصري يلا ترى تبزنيسه للتونسيه بالمصري يلا جو مرحبا ماشي هما باش يبسوك بالمصري وهذا بالتونسي ونشوفوا شنو الحال ترى تتمشى على الكورنيش هذاك بحر وكورنيش وهذا مزوز مش بيغنوا منزلين حاجات يعني انا بعكسه وهي معديه وهي معديه يلا اوكي يلا فوالا اوكي يلا بص البطل اللي ماشيه دي يا بطل يا موزع خرب بيتك جامده قوي انتوا جايين مصر مش تعاكسوا البنات في تونس اي حته بنروح بنعاكس احنا بنخدم احنا بنضعف قدام الحلاوه ما قول ده انت جمالك عالمي بنضعف قدام عود البطل ما نفهمش مصري سامحني عود البطل يلا تروح خدم التونسي يلا انت اوكي نرجع مخطوب ولا تستنى في المكتوب الله ده شعر يا اخي شبيه لحبق ضربه لقلق تعرف شنو ناقصك ناقص نمرو جبل احبك ضرب الاخلاق نعطيك نمرو ولا انت عاجبك الدول جبل احبك ضرب الاخلاق الاحبق هذا شنو الاحبق هو الاحبق نوع من من الورود حشيش شعبي تونسي يتحط في الشاي وفي الكذا تروح تما نمشي ضرب الاخلاق ها جبل احبق ضرب الاخلاق يلا تروح نمشي تما ضرب الاخلاق اكيد شعبيه اكثر فتاه مصريه يلا جو جبول احباك ضرب لقلك ايه جبول احباك ضرب لقلك لا ايه جامدة برشا برشا كتير تعال نعملها سيد المنصور يا بابا واسلام عليك يا بابا شو هلا مش فاهم انا ولا حاجة ايش ايه تاني ايش فيك شبيه اللوز منبوز يا حسن ام للمزة شبيه اللوز منبوز لا انت اللوز المنبوز ايه اللي انت بتقوله ده يا عم ما تقلل نفسك انا بتغزل فيكي وانت عيون اللوز المنبوز طب اقولك ايه هل تعلم ان رمزي فستك ايه فستك ليه ما معنى فستك يعني ايه فستك فستك يعني اي كلام يعني اي كلام أي كلام. انت تهزقت يا رمزي يعني زي ما بتقولوا بالمصري لا بالتونسي سوري بتهزقيني امام 12 مليون تونسي لا سوري ما انت مهزق اوريدي اكيد الجو المصري افضل اكيد اكيد طبعا يعني ابن بلدي ابن بلد بلا يعطيك الصحه تصفيقه كبيره ما تسلمش على رمزي مثال يعطيك الصحه خلاص عادي عشقك يا بنت حلال يا فانيليا بالكراميلا انا عندي ليك سؤال قابلتوا ناس مشيتوا الاماكن في تونس ولا لسه لسه هي اول زياره ليكم لتونس
وكانت مبرمجه باش تجي وقبل نتاع بعد دلغيت الجايه وكذا. كنتوا جايين زيارات ولا هي دي الحفلات بس كانت الكورونا عطلت؟ لا احنا كنا جايين من شهر 2 اصل الحفلات دي بس كله تاجل. نعاود نذكر 4 سبتمبر ريجنسي جمار، 6 سبتمبر كاليبسو الحمامات، في جربة وفي سوسة، 5 سبتمبر إن شاء الله بعد الحفلات خذوا يوم أو يومين شوفوا تونس لأن فبر برشا أماكن حلوة. معناتها كيما مصر يعني الكورونا تو ما عادش مأثرة، الناس تخرج وتسهر وغيره. لا إحنا الحمد لله يعني ده تالت تحليل اللي هو المسح نعمله. إحنا سافرنا دبي وبعد كده جينا من دبي على مصر فعملناه، وبعد كده من عشان نطلع على تونس عملناه عندنا، ولما جينا تونس ده الرابع كمان. اما جينا تونس عملناه في الحجر الحمد لله تمام. ليه وحتى معناتها رغم الكورونا الناس بتخرج وبتسهر، ما فيش احتياطات يعني، فما احتياطات بسيطه ولكن عندنا الساحل وكل الاماكن دلوقتي ابتدت تفتح وكله شغال الحمد لله. يلا نخلي لكم كلمه الختام للتوانسه اللي تبعوا فيكم واللي يحبوكم برشا. يلا استاذ عمر، احنا بنحبوكم جدا 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 نورتونا وبنشكركم على الاستضافه الحلوه دي صحنت. والناس بره بكل مكان بتقابلنا كويس، وبنشكركم على دعمنا، ويا ريت بقى تسمعوا اغنيتنا الجديده هنعمل لخبطيطه ان شاء الله وتنجحوا لنا زي بنت الجيران كده ان شاء الله. ادخلوا على اليوتيوب. يلا احنا بنشكر الشعب التونسي طبعا، وانا بحبكم برشا كتير صح، وان شاء الله باذن الله نعمل لكم اقوى حفلات في تونس ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. واحنا جايين نفرح 12 مليون تونسي واحنا بقلبنا مع شعب تونس ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقكم. حسن شاكوش عمر كمال نورتونا، نحب نشكركم حبيب. على التربيه والاخلاق التواضع، تبارك الله عليكم معناتها والتيم لهنا الكل معجبين بغنيكم باخلاقكم وكذا، ان شاء الله ديما ناجحين ان شاء الله ديما نمبر 1. ربنا يخليك. احنا عايزين برضه، انا عايز اقول كلمه برضه للاستاذ حسام خليل الصحة. هو المتعهد الرسمي بتاعنا في الدول العربيه، احنا طبعا بنشكره كتير جدا لان هو عامل مجهود كبير بصراحة وفي ضغط عليه جامد، فاحنا بنشكره على الهوا طبعا وبنقول له ان شاء الله باذن الله احنا للامام ان شاء الله معاك، وربنا يكرمك ويديك على قد نيتك. الحمد لله الحمد لله منورين وزاد وتبارك الله نجاحكم كبيرة. يعطيكم الصحه. شكرا لكم رمزي هل تعلم. شكرا لك. يلا نختم بغنية. نحب زيد نشكر ضيوف نتاعنا، مرحبا بكم مره اخرى في تونس وتشرفنا بكم اليوم في برنامج صيف معنا. يلا نسمعوهم باش يغنيوا اغنيه الختام ونقول لكم تصبح على خير. شكرا لكم. لو تكون زي ده حبيت